وين رايح أنت؟ الجنة والنار يا فلان، الجنة والنار، في جنة وفي نار. هل هذا الآن الذي ستفعله يقربك من الجنة؟ انتبه، هل يوصلك إلى النار؟ هل يباعدك من الجنة؟ وازن. إذا كان يباعد من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله من الغبن الفاحش الفادح أن يدخل الإنسان في لذة سريعة فانية، يدخل في لذة سريعة فانية ويحرم نفسه من لذة عظيمة باقية. اللهم أكرمنا أجمعين بجنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لو أن الإنسان عندما تأتي المعصية والدوافع لها والمغريات لها يقف قبل أن يقدم، يقول جنة ونار، جنة ونار. أنا نقل لي أحد الإخوة حتى ننظر في 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 مسالك أهل العلم والعهدة على الناقل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر، كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول فكان مع الشيخ نعاس، مع نعاس ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول فسمعته يضرب على فخذه ويقول يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدث نفسه بترك فرائض، عندما تحدثه بترك فرائض أو تحدث نفسه بفعل محرمات. إذا حدثت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما يقول لنفسه يا نفس النار، يا نفس النار، يا نفس لا تحرميني من الجنة. يحاسب نفسه، يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوها قبل أن توزن. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور